جدا. بنقول لك مبروك اول شيء كوتش جمجاعة لفوزكم باول مباراه بدوري أوني شلهوب. كيف شايف الفريق؟ بنعرف التركيبات كلها جديده وبده وقت الفرق يعني لتفوت بالجو. 100% انت بتعرف فريق جديد، ثلاث اجانب جداد عم نغيروا، في لعيب اسماعيل احمد اديشن كثير كبيره، وخصنا فادي الخطيب ونديم صعيد ونديم حاوي. الفريق عم نجرب كذا كومبينيشن لنشوف شو اللي بيركب انسب. بعد في اجنبي سام يونغ بغنى عن التعبير رح يجي يعمل اضافه غير عن التعريف ابدا يعني. 100% هوفلي يقدر نقدر نركب يركبوا ثلاث اجانب مع بعض، وهي صعوبه الدوري اللبناني انه تقدر تركب ثلاث اجانب مع بعض. اللبنانيتنا عم بيقدروا يعملوا شغل، بس مطلوب شغل اكبر منه كمان، وهن صغار وعم بيتعلموا خاصه من اللاعبين الخبره وخاصه اسماعيل احمد. هوف اللي بيقدروا يعلوا مستواه ليقدروا يواكبوا الاجانب اللي موجودين بالليفل تبعه لنقدر نتخطى فرق كبيره بالبطوله. يعني قبل وصول سام يونغ وين بتشوف فريق هومنتمن؟ قد ايه صار تقريبا جاهز؟ يعني قد ايه بلش الكيمستري تزيد؟ لانه انتم لعبتوا كمان دوره الحريري يعني، بينما في فرق ما لعبت بعد. هلا نحن لعبنا دوره الحريري بس باجانب مختلفه. صحيح. ما كان اجى بعد البوينت جارد وولتر هودج، اجى اخر شيء بنص الجيمات البقيه ولا مكرم ما تعود، ومكرم مش موجود. هو كل ما تغير اجنبي كل تفرق التشكيله كلها. سو بنعتبر حالنا بلشنا جديد. عندنا هالثلاث جيمات يلي المفروض نلعبهم البعض، وهوفلي نخلصهم بخير، وبنقدر نكون بضل عندنا 15 دايز نتحضر لبطوله لبنان، وساعتها بنكون كثير جاهزين. يعني بوجود سام يونغ رح اكيد تخسروا مايكي فريزر مثل ما مبين، يعني رح يكون لعب الارتكاز هو مكرم من رمضان. رح نلعب شورت بول وسمول بول يعني سمول بول ماي باد. بهالطريقة بالليج اللبناني بتعطيك هجوم كثير قوي، خطرة على الدفاع كلهم بس على السن سمول بول حاسس يعني. شوف بيبلوس تقريبا حتى كريس دانييلز بالرياضة بيطلع لبرا اكثر مما جوا، وبعتقد في عندنا ستوبرز، مش انه ما في ستوبرز. مكرم في سكر على حال لفايف، واسماعيل في سكر على حال لفايف. بوجود اسماعيل احمد بالتركيبة بيعطيك تشويسز كثير كبيرة لتقدر تغير بالاجانب اذا هجومنا فتح. وتذكر سام يونغ صحيح هو من احسن هجوم رح يجي بالليج هوفلي، كمان بيقدر يدافع وسايزه كبير كمان. صحيح. سو عندنا اربع لعيبه بالمترين، هذا بيعطيك بغطي عن البيج. بين هومنتمن الموسم الماضي وهومنتمن هالموسم مع مين مرتاح اكثر؟ اذا بيركبوا تركيبه الاجانب مظبوط، انا برايي هذا الفريق بيربح فريق سنه الماضي باب 20. اوف ديفنتلي ديفنتلي. هذا كلام هذا كلام كثير ببين يعني، بتعرف بالتمرين شو فيه اللي يعملوا اللعيبه، كيف بيقدروا يركبوا، كيف بيقدروا يدافعوا. كل اللعيبه بتدافع وهيدي شغله كثير مهمه للفريق، وبنقدر ندافع. بس وصل خطر هلا انت يعني بهال لا انه نحن ما عم نلطش فادي الخطيب، فادي الخطيب ساعدنا ونحن جربنا نجيب لا انت عم لا انا بدي وصل خطر لباقي الفرق يعني، انه لما تقول لهم هومنتمن هذا السنه اقوى من هومنتمن السنه الماضيه ب 20 نقطه يعني. هو هيك هو مفروض عاملينه لنحارب على الشامبيونز، مش عاملينه لنجرب نعمل شيء. سو ما بدنا نتخبى ورا اصبعنا، ونحن ما بنخاف من التشالنجز. هذا فريق عاملينه للذكرى المئويه تبعنا، بعتقد رح يكون اقوى فريق للهومنتمن بتاريخه. سو هوفلي نعمل النتيجه اللي لازم نعملها. ما في يزيد على هالكلام. بدي اشكرك جوم جاعس، يعني كلام مهم وكبير.